النهارده النادي الاهلي خاض تدريبات جماعيه على ملعب مختار التتش، وبعدها بيدخل طبعا معسكر مغلق في احد الفنادق السكندريه استعدادا لمواجهه فريق النصر في بطوله كاس مصر. طبعا المواجهه هتكون بكره ان شاء الله في تمام الساعه 9:30 مساء على استاد اسكندريه ضمن مباريات الدور ال 32 في مسابقات كاس مصر. طبعا يعني عايزين نتعرف بقى على الاجواء عامله ازاي، ونروح نتابع اخر الاخبار، اخبار التدريبات اللي اقيمت من شويه، وكمان نتعرف على اجواء رمضان في اهلي الجزيره. معانا الزميل العزيز كريم الموجود حاليا في اهلي الجزيره. صباح مساء الفل عليك يا كريم، وكل سنه وانت طيب. واخدين على الصبح، واخدين على الصبح. بالظبط، صباح الخير، صباح الخير، مساء الخير فعلا، بقالها بتاع 7 شهور احنا بنقولها. وبقول لكم كل سنه طيبين، رمضان كريم طبعا عليكم وعلى كل الامه الاسلاميه وكل طبعا جمهور النادي الاهلي بالتحديد. اجواء طبعا اكيد رمضانيه خالصه جدا طبعا في كل فروع النادي الاهلي الثلاث طبعا، يعني سواء النادي الاهلي الجزيره، مدينه نصر، الشيخ زايد، متعودين على كده. لكن انت عارف ازمه الكورونا يعني مأثره شويه طبعا على تواجد الاعضاء، لكن على مع مرور الايام بقى في شهر رمضان الكريم ان شاء الله باذن الله نقدر نشوف الكثافات الكبيره اللي كنا بنشوفها في النادي الاهلي. عقب كل افطار بيكون ناس بتكون متواجده، اعضاء النادي الاهلي بتتواجد لتناول الافطار، كل الامور دي مفتقدينها بشكل كبير جدا. لكن ان شاء الله الايام القادمه باذن الله يكون النادي الاهلي بثلاث فروع باذن الله مليء بكل اعضاء النادي الاهلي. عايز ارجع معاكم بقى طبعا للحدث الاهم، وهي مباراه النصر والنادي الاهلي في دور 32 من بطوله كاس مصر اللي هتكون ان شاء الله غدا في 9:30 على استاد برج العرب. استعدادات قويه بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله، بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، عفوا استاد اسكندريه طبعا. بتكلم طبعا على هذه المباراه، لكن باكد كل الامور الخاصه بتدريبات فريق النادي الاهلي والاستعدادات الخاصه لهذه المباراه مع بيتسو موسيماني اللي بدا النهارده المران كالعاده بمحاضره فنيه لكل اللاعبين. عندنا غيابات كثيره جدا وعندنا اصابات كثيره جدا، لكن زي ما بناكد في كل مره الاهلي منحضر اي 11 لاعب يكونوا متواجدين في مباراه الكؤوس تحديدا ان شاء الله باذن الله يكون على قدر المسؤوليه ويكون في تركيز كبير لهذه المباراه. فريق النصر من الفرق اللي ممكن تلعب مباراه واحده، يعني تقدر ان هي عندها تلعب مباراه واحده تجيد فيها بشكل كبير جدا، ومفاجات الكاس عارفينها بشكل كبير، لكن مع الجديه الكبيره اللي بناكد عليها واصرار لعيبه النادي الاهلي والهدف المطلوب خلال الايام القادمه ان شاء الله باذن الله تكون المباراه القادمه في دور ال 32 من نصيب النادي الاهلي. تلاحم كبير جدا بالنسبه للمباريات، عدد كبير بالنسبه لفريق النادي الاهلي في شهر 4 وشهر 5، لكن بشكل عام بنبدا خطوه خطوه، بنبدا المباريات ببطوله الكاس، ثم بعد كده بقى توالي المباريات ان شاء الله لعيبتنا يكون رجع عدد شويه من اللاعبين المصابين اللي ان شاء الله باذن الله يكون في اقرب وقت للنادي الاهلي. زميلتي نوان، زميلي كريم، يعني عايز اكد على نقطه مهمه جدا وهي محمد الشناوي. يعني محمد الشناوي طبعا غيابه للمباراه القادمه بحصوله لثلاث انذارات، لكن كمان يمكن المسحه اللي يمكن اجراها محمد الشناوي خارج النادي الاهلي، بناكد طبعا محمد الشناوي كان خارج المباراه مباراه الغد، فما عملش مسحه هو لحسين الشحات مع فريق النادي الاهلي، لكن يمكن بعض الاعراض البسيطه كده اللي حس بيها محمد الشناوي، فيمكن مباشره على طول اجرى مسحه ايجابيه طبعا بالنسبه لمحمد الشناوي. لكن اكدنا من طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله والكابتن سعيد عبد الحفيظ ان شاء الله باذن الله قبل المباراه القادمه وهي مباراه نادي الزمالك هيكون في مسحه طبعا كالعاده للبروتوكول الخاص بوزاره الصحه وايضا كمان الاتحاد المصري، فان شاء الله باذن الله الشناوي يخوض ليه مسحه طبيه يوم الجمعه باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله يكون هذه المسحه سلبيه. لكن على ذكر الشناوي وعلي لطفي اللي اكيد لابد يكون في مساعده ودعم كبير جدا لعلي لطفي خلال المباراه القادمه ومباراه نادي الزمالك ان لم يكن الشناوي في هذه المباراه. علي لطفي من العناصر المميزه جدا، بيجي من بعيد زميلي كريم، زميلتي نهاوند، ما بيقديش مباريات عديده خلال الايام الماضيه، لكن اختبار بيكون قوي ليه في مباريات كبيره في بطوله افريقيه، في مباراه زي مباراه الاهلي والزمالك. لكن ان شاء الله باذن الله مع الجهد الكبير اللي بيبذل من ميشيل ياناكو مدرب الحراس ومع ايضا كمان كل حراس المرمى ان شاء الله باذن الله علي لطفي يكون موفق جدا في مباراه الغد، ومنها ان شاء الله ننتظر المسحه الخاصه به محمد الشناوي اللي بنتمنى وبناكد ان شاء الله باذن الله تكون المسحه سلبيه. كمان النهارده يمكن عدد كبير من الاصابات، لعيبه بتتاهل ولعيبه ان شاء الله تكون الفتره القادمه موجوده مع النادي الاهلي. حمدي فتحي النهارده كان بيتاهل بالنسبه للبرنامج الموضوع ليه من رئيس الجهاز طبعا دكتور محمد شوقي، ومنها الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي. محمود وحيد كمان يمكن ماشي بشكل مميز وطيب جدا في البرنامج التاهيلي. محمد محمود بقى محمود متولي كريم نيدفيد ماشيين بشكل ايضا قوي جدا، لكن هي الغيابات لها تاثير كبير. اجاي معلول، ياسر ابراهيم، محمد هاني، حمدي فتحي، عدد كبير جدا من الاصابات، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير، وبيتسو موسيماني ايضا كمان يكون قارئ الفريق بشكل جيد جدا فنيا ويكون قيادته الفنيه من خارج الخطوط مميزه بالنسبه لمباراه الغد. انا معاك بقى زميلتي نوان، زميلي كريم، لو في استفسارات انا معاكم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني يا كريم، هو يمكن كانت اهم نقطه طبعا ان احنا نطمن عن اللاعبين، انت طمنتنا، ويا رب فعلا يسلم الفتره اللي جايه، مش عايزين نسمع عن اي اصابه يعني مره ثانيه لاي لاعب عندنا باذن الله ربنا يعني يحميهم. دي نقطه. النقطه الثانيه لو تسمح لي برضو، لان مهم جدا احنا بنتكلم في اول يوم لرمضان، فحابين نعرف منك يعني لو انت
تطلعنا كده الدنيا اخبارها ايه بره في محور النادي، هل كان في ازدحام ولا الدنيا كويسه، لو حد حابب ان هو ينزل او حاجه يقضي اي مشوار او يزور حد من قرايبه برضو ان احنا نحاول نساعد الناس نعرفهم الاجواء دلوقتي عامله ايه. اتفضل. بالتاكيد طبعا، يعني لو بنتكلم على الاجواء الرمضانيه والمحيط الخاص طبعا بنادي الاهلي بالجزيره، انت عارفه يمكن النهارده اول يوم، فيمكن نقول العدد قليل شويه بالنسبه للحضور في مقر النادي الاهلي بالجزيره، فبالتاكيد بينعكس على الحاله المتواجده خارج النادي الاهلي. يمكن الحاله المروريه طيبه جدا، ما نقدرش نقول في تكدسات او في تكدسات مروريه بالنسبه لمقر النادي الاهلي بالجزيره، لكن النهارده كمان في بروده شويه بالنسبه للجو، فنقدر نقول اول يوم كل العائلات بتحاول ان هي تكون متواجده مع اهاليهم طبعا، لكن بشكل عام مع تعودنا بقى الكبير وعلى طول متواجدين وبنحضر شهر رمضان في النادي الاهلي مع تواجد الايام الفتره اللي جايه ان شاء الله، لا هنشوف عدد من الاعضاء مع الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، وده امر مهم جدا طبعا، لان انت عارفه الفطار طبعا بيكون فيه تجمعات بشكل كبير هنا، لكن الاجراءات الاحترازيه والوقائيه امر مهم جدا، ودي التعليمات الكبيره اللي بياكد عليها طبعا المشرف العام على الاداره التنسيقيه طبعا الاستاذ ابراهيم الكفراوي، وايضا كمان كل المديرين طبعا مقر النادي الاهلي بالجزيره، امر مهم جدا لان الفتره اللي جايه هيبقى فيه كثافه كبيره جدا للاعضاء ويكون في عدد كبير، لكن بنطمن كل الناس المحيط الخاص بمقر النادي الاهلي بالجزيره مفيش اي مشاكل فيه، في سيوله مرورية بشكل كبير جدا، لكن القادم ان شاء الله يا رب باذن الله لو نرجع تاني للنادي الاهلي في مباراه الغد عندنا مهمه وتحدي كبير جدا في مباراه الكاس، مباراه مفاجآت، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون على قدر المسؤوليه غدا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بنامل ده، واكيد كل الاهلاويه بيدعوا نفس الدعاء ده يا رب باذن الله. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز كريم احمد، وكل سنه وانت طيب مره تانية. شكرا.